لكل اللي عايز او عايزه تخس ومش عايزه تتقيد بنظام غذائي معين، بقدم السعرات الحرارية لجميع انواع الاكل والحلويات والمشروبات والمعجنات ومخبوزات الافران والاكل البيتي، عشان انت اللي تعمل النظام الغذائي اللي يناسبك ويناسب احتياجاتك. البسبوسة السادة او النمورة، طبعا احنا عملنا فيديو مع بعض قبل كده عن البسبوسة السادة، بس دي باحجام مختلفة. فتعالوا نتعرف مع بعض على السعرات الحرارية والقيمة الغذائية كمان. القيمة الغذائية في البسبوسة السادة او النمورة ل 100 جرام، السعرات الحرارية 387 سعر حراري، بروتين 5 جرام، كربوهيدرات 64.5 جرام، دهون 10 جرام. القيمة الغذائية في البسبوسة السادة او النمورة للجرام الواحد، السعرات الحرارية 3.9 سعر حراري، بروتين 4% جرام، كربوهيدرات 64% جرام، دهون 10% جرام. القيمة الغذائية في البسبوسة السادة او النمورة لقطعة صغيرة بوزن 33 جرام زي ما شفنا في الفيديو السابق، السعرات الحرارية 127 سعر حراري، بروتين 1.6 جرام، كربوهيدرات 21.2 جرام، دهون 3.3 جرام. القيمة الغذائية في البسبوسة السادة او النمورة القطعة متوسطة بوزن 40 جرام زي ما شفنا في الفيديو السابق، السعرات الحرارية 154 سعر حراري، بروتين 2 جرام، كربوهيدرات 25.8 جرام، دهون 4.2 جرام. القيمة الغذائية في البسبوسة السادة او النمورة القطعة كبيرة بوزن 56 جرام زي ما شفنا في الفيديو السابق، السعرات الحرارية 216 سعر حراري، بروتين 2.8 جرام، كربوهيدرات 36 جرام، دهون 5.6 جرام. وطبعا سعراتها الحرارية عالية. ولو حد حابب يعرف سعرات لأي أطعمة ياريت يكتبلي في التعليقات، وانتظرونا وقيم غذائية جديدة.